we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. صباح النور حبيباتي وشراكم وشحوالكم. اتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. عندي ياسر ما درتلكم شي فيديو في هاد لاشين وان شاء الله بربي ان شاء الله من اليوم ما بقيتش نهملها لاشين تاعي بربي ان شاء الله. اليوم غاي فيديو او موا مره في 3 ايام ولا صادق. المهم لا فيديو تاع اليوم راح تكون ارقام صبغه لوريات. كلكم البنات ديما تكونتاكتيني تقولي لي ايمان واش اللون هذاك واش رقمه في لوريات، اللون هذاك واش رقمه في لوريات. اليوم قررت انه نعطيكم ارقام صبغه لوريات من الواحد حتى 40 ولا 44 والله ماني شافي. المهم الاول حتى الاخر الارقام بالاسامي تاعهم. درك نصورهم لكم كل بالتليفون كومسا كي تعود تحير لكم في رقم ولا تعود تحير لكم في لون كي تسمعوه كالكو بار كو سوسوا من عندي ولا من عند ناس واحد اخرين، ترجعوا للفيديو وتشوفوا الارقام كيما نقولوا الالوان وشو هو رقمهم في لوريات. اوكي صبغه لوريات البنات على بالنا باللي سي با حاجه لي فريمون كيما نقولوا حاجه ملاحه ملاحه ملاحه، لكن الساعه هذه هي الحجر الارخص واللي تانا نقدر ندبروا بها رسالة، يعني نقدر نديروا بها كلش. فها جميع الألوان، صح الألوان تاعها ماهمش عالمية لكن توالم كيما نقولوا زوالي. مش الناس كل تقدر تشري أشاك فوا صبغة تاع 100 ولا تاع 100 وحاجة، فهمتوني البنات. دونك صبغة لوريات اني با يعني سي موفيز كيما يعني شيعة عليها، ما تنوضش الشيب ما تعملش، باسكو كاينين دايرين عليها دعايات ياسر، دير الشيب تحرش شعر جنسا باكوا. شوف نابورت كال صبغة فها لامونياك تحرش شعر كو سوسوا هدية ولا لوريال، فهمتوني ولا لا؟ كيما نقولوا وشي لاخر حكاية تاع انه لوريال تدير شيب، نو نو الشيب على بالكم كي نجيو تحاوسوا تفهموا يعني وتدخلوا وتفركتوا تلقاو باللي الشيب السبب تاعو من الداخل يعني في جسمنا ماهوش. واكثر سبب بيدير الشيب هو نقص مادة الميلانين في الجسم، وكاين اسباب ياسر ياسر ياسر. المهم من الاسباب هدية سي با صبغة، فهمتوني ولا لا؟ بركة البنات. دونك دركا نخليكم مع الارقام والاسامي تاعهم. الكتالوج كامل ها هو البنات، ودركا راح نبدا نقدم لكم من الاول حتى للاخير باه يكون كلش واضح قدامكم وتقدروا تقراو الاسامي بالارقام. فوالا فوالا البنات نبداو من رقم واحد واللي قدامه. المهم دوك نعتلكم بالزوج صفوف هكا كومسا باش فوالا باش يكون واضح معاكم. هاني نقدم لكم البنات باش يبان لكم الارقام باسامي الصبغات، وانتم اللي تحب تهز ورقه وستيلو وتكتب عندها الارقام والاسامي كومسا تلقاها من نهار اخر. I
فوالا هادو هما ارقام صبغة لوريات لبنان. ان شاء الله بربي ان شاء الله نزيد نخرج، بس ما عنديش لي زوتر كاتالوج، نزيد نصور لكم الكاتالوج تاع اندريا دوتي وشوفوا واش نلقى كاينه كاتالوج واش يسمح لي البائع اني نصور، اني نصور لكم لبنان كوم سا ما تبقاش تحير لكم في الارقام. حاجه اخرى، انا فركت في انترنت، يعني في لا ريشيرش جوجل، و جي با تروفي صح فريمون صور واضحه اللي تنعت لكم باغ اكزومبل الارقام بالصبغات، يعني باسامي صبغات والارقام. حتى كي تلقاو ان كاتالوج تلقاوه فلو، ماهوش مصور مليح، وما تلقاوش الارقام باينين باللي نيميرو بالاسامي صبغات. ديزولي البنات، صوتي راح خلاص. فوالا، نتمنى نكون فدتكم ولو شويه البنات. وحق البنات نسيت باه نقول لكم، يعني نزيد نفكركم للي ما سمعوش، عندي قناه واحده اخرى، حليت قناه واحده اخرى طبخ وتدابير، اسمها ماي سويت هوم، تلقاوها تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف. نتمنى البنات انكم تدعموني، تروحوا تشتركوا في القناه، راهي جديده وهذا وين بديت. بيزو البنات، باي.